بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها جلالة العاهل الأردني سائلا جلالته المولى العلي القدير المتع ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بموفور الصحه والسعاده وطول العمر لمواصله مسيره التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمه